السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ فيديو النهاردة شوية ممكن يكون مختلف. في حاجات انا اكيد عرضتها عليكم قبل كده وكلمتكم عنها قبل كده، بس الاختلاف في فيديو النهاردة ان انا عايزة اتكلم اكتر في الحاجات دي عشان اديكم فكرة عنها. من فترة طويلة حصلت حملات كتير كبيرة عن المنتجات المصرية ورأي الناس في المنتجات المصرية. انا النهاردة عايزة اكلمكم عن شوية منتجات مصرية واقول لكم رأيي فيها عامل ازاي. اول منتج عايزة اتكلم فيه، طبعا احنا من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نعملها ان احنا يكون عندنا فوطة خاصة بالبشرة، والكلام ده انا قلته بكده في فيديوهات فاتت. انا جبت مجموعة فوط قبل كده، الفوطة بعد ما اتغسلت بقت ناشفة وما كانتش مصري، انما الفوط دي قطن مصري ميد ان ايجيبت. سعر الفوطة الواحدة تقريبا 9 جنيه، موجودين في كارفور، كارفور اللي على الصحراوي اللي هو داندي مول، يعني مشهور بداندي مول. انا جبت الاربع الوان دول وغسلتهم، يعني حتى ما بقتش اطلع اتكلم عنهم الا لما اغسلهم واشوف النتيجة عاملة ازاي. زي ما انتم شايفين هما ناعمين جدا، ومن ناحيتين ناعمين جدا. دول اسمهم فوط ايد مقاس 30 في 30، سعرها تقريبا 9.5 جنيه حاجة كده. حلوين جدا، قطن مصري. بجد انبهرت بيهم، يعني انا كنت بغامر بصراحة وانا بجيب مقاس هيعملوا زي اللي فاتوا، بس بالعكس طلعوا احسن بكتير من اللي فاتوا. هو بس الحاجة الوحيدة اللي انا كرهها فيها موضوع الشريط العريض ده، بيضايق شوية بس مش مشكلة، يعني هو كده لطيف. في مقاسات تانية لو انتوا عايزين مقاسات تانية، في 30 في 60، واعتقد في 40 في 50، وفي اكبر بقى مقاسات كبيرة جدا. بس دول اللي انا جبتهم ورأيي فيهم ان هم حلوين جدا، وارشح لأي حد بيفكر يجيب فوط لوشه. لو انت عايزة تجيبي فوطة كويسة لوشك، الفوط دي احسن اختيار. تاني حاجة حابة اكلمكم عنها ومش هزهق وانا بكلمكم عنها لاني كلمتكم عنها كتير جدا، منتجات مينك او المشهورة بدكتور شبراويشي او حاجة زي كده. منتجات دكتور شبراويشي، منتجات دكتور شبراويشي او مشهورة طبعا في وسط المولات الكبيرة باسم مينك. هي في منها بيجوا 3 ازايز كده مع بعض، شاور جيل وكونديشنر وشامبو، وبتجيبوا الحمام الكريم لوحده، وفي بيبقى كل حاجة من دول لوحدها. انا نفسي بحب اجيب المجموعة دي على بعضها واجيب حمام الكريم اللي يناسبني واللي يعجبني، وانا طبعا انا بجرب مجموعة جديدة. بس خليني اقول لكم حاجة، الفرق ما بين المجموعة دي واي شامبو تاني مش بس ان السعر رخيص، مش بس ان هي صنع في مصر، لا كمان الجودة هايلة. يعني انا بصراحة ما شفتش اولا حمام كريم بالجودة دي ولا شامبو ما بينشفش شعر كده. ما فيش مرة استخدمت شامبو من مينك الا لما كان شعري مش محتاج ان هو يترطب، يعني مش محتاج ان انا احط عليه كونديشنر. زائد ان الشاور جيل بتاعي ريحته مش نفاذة وبينضف فعلا وبيطلع رغوة كويسة قوي. فانا برشح لاي حد عايز يجيب منتجات كويسه لشعره، وخصوصا ان احنا في الصيف شعرنا بيتبهدل جدا، فانا برشح منتجات مينك. اولا رخيصه، جودتها كويسه جدا، طبعا في حاجات مستورده احسن، بس لو انتوا بتدوروا على حاجه منتج مصري ارشح لكم منتجات مينك بلا منازع. مفيش اي منتج مصري تاني للشعر الا يعني وكويس زي مينك. هنكمل برضو مع الشعر والمنتج ده. انا ما جربتكوش عنه قبل كده لان انا كنت بجربه بصراحة، وبعدين بعد ما جربته لقيت ان انا لازم اكلمكم. فاتيكا انا ما كنتش اعرف انها انتاج مصري خالص، ما كنتش اعرف تماما انها انتاج مصري، بس بالصدفة جبت العلبة الصغيرة واستخدمتها وعادي كنت بقرا البيانات اللي عليها، لقيت مكتوب عليها صنع في مصر. استغربت جدا، واللي استغربت له اكتر ان هي معموله من الصبار وزيت الزيتون والحنه. لقيتها بتجيب نتيجه الصبار الخام، يعني انتوا لما تجيبوا صبار خام وتحطوه على شعركم هتعرفوا النتيجه، هتعرفوا ايه اللي انا بتكلم عنه دلوقتي.
طبعا علبة صغيرة تقريبا ب9 جنيه. العلبة دي كان عليها عرض ب22 جنيه، هي أكبر من العلبة الصغيرة 3 مرات، يعني كده السعر أرخص. أنا برشح فاتيكا لأي حد شعره هايش وفيه تكسير وفيه بيحمي جدا جدا جدا. لو انتوا بتستخدموش الحقن اللي انا قلتلكوا عليها قبل كده، ممكن تستخدموا الحمام الكريم ده. المهم انا هسيب لكم اللينك بتاع الحقن برضو لو انتوا عايزين تجيبوها من اي صيدلية. وبرضو الكريم ده هايل جدا، ده ب22 جنيه، موجود في اي حتة، موجود في اي سوبر ماركت، موجود في اي صيدلية. وفي انواع كتير، انا عن نفسي بفضل اللي بزيت الزيتون من الصبار عشان شعري شوية الصيف بيبهدله جدا، فبرشحه ليكوا جدا جدا جدا. وبرده صنع في مصر. نيجي بقى للمنتج اللي كل الناس تقريبا اتكلمت عنه ومحدش كان يعرف ان هو منتج مصري، او يعني محدش كان بيستخدمه تقريبا. نابلسي شاهين. متهيألي ان المنتج ده اتكلمت عنه اسعاد يونس وناس كتيرة جدا، مش محتاج ان انا اتكلم عنه. بصي، هو مكتوب عليه ان هو لجمال شعرك ونعمل بشرتك وعليك حب الشباب وكل الكلام ده. انا نفسي يوم ما نفعش شعري، لان انا شعري دهني فما فادنيش قوي، بس هو فادني في جسمي، يعني حسيت ان هو نعم بشرتي اكتر وعالج حب الشباب اكتر، يعني حسيت ان هو لبشرة اكتر. فلو انت حابه انك تجربي نابلسي شاهين، جربيها الاول على جسمك شوفي النتيجه، جربيها على جزء بسيط من شعرك شوفي النتيجه، يعني ممكن تغسلي بيها بس ترطيف شعرك كده وتشوفي الدنيا هتمشي ازاي. انا نفسي نشفت شعري برغم ان انا بزيت زيتون، بس نشفت شعري جدا، يعني على عكس اي شامبو واي صابون بنستخدمه على شعرنا دي نشفتها. بس بالنسبه للجسم بتسيب الجسم هايل هايل هايل. واي حد راح اي حمام تلات او الحمامات اللي موجوده اللي في وسط البلد هيعرف انهم بيستخدموا نابلسي شاهين دي في السكرابينج للجسم كله. اعتقد ان دي كانت تقريبا من 7 جنيه او 9 جنيه، مش فاكره، بس انا جايباهم من فتره طويله قوي تقريبا مجموعه، فدي كويسه قوي. اخر حاجه حابه اكلمكم عنها هي روز ووتر او ميه الورد. ما تخيلش ان ممكن يكون عندنا ميه ورد هايله كده، يعني ميه ورد بالحجم ده وخفيفه كده وريحتها حلوه جدا، مش ما فيهاش كيماويات، وسعرها تقريبا 11 جنيه او 12 جنيه مش فاكره بالظبط، هو السعر هنا اهو 11 جنيه هايله جدا. دي انتاج مصري. تخيلت انها ممكن تكون مثلا محطوط عليها كيماويات، محطوط عليها ريحه، محطوط عليها، لا، ميه ورد خام زي اللي بنجيبها من عند العطار، زي اللي بنجيبها من اي ماركه غاليه. بجد ما تخيلتش ان هي ممكن تكون حلوه كده. هي ملهاش اسم، هي اسمها روز ووتر، او يمكن اسمها بيوتي لايف، انتاج شركه بيوتي لايف للتعبئه والتجاره، او ممكن تسالوا عليها. بس عموما انتوا ممكن تلاقوها في اي صيدليه، انا نفسي بلاقيها في اي صيدليه جنبي. هايله جدا. يعني بصوا انا مستخدمه كميه كبيره منها اهي، ودي تاني او تالت ازازه انا جبتها، فبجد برشح لكم انكم تستخدموها، هايله جدا. اخر حاجه حابه اقول لكم عليها، ما تستهونوش بالمنتجات المصريه، في منتجات مصريه كتير هايله. دي تقريبا المنتجات المصريه اللي انا اقدر اكلمكم عنها دلوقتي، لسه ما عنديش اي منتجات تانية اقدر اتكلم عنها. يا ريت تجربوا المنتجات، ما تحكموش عليها من مجرد ان هي ممكن تكون مصري وملهاش اي لازمه او ما فيش حد بيستخدمها او مش حلوه. جربوها، المنتجات المصرية فيها حاجات كتيرة جدا حلوة. وانا برشح المنتجات دي، وان شاء الله لو في منتجات تانية قابلتني اكيد هكلمكم عنها. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ورب فيديوهات كلها تكون بتعجبكم. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتابعوني دايما في فيديوهاتي كل اثنين وخميس. واشوفكم ان شاء الله على خير، وسلام عليكم.